خطة الإخلاء في حالات الطوارئ. حالات الطوارئ التي تستلزم إخلاء المبنى كلياً أو جزئياً: وجود حريق، حدوث انفجار، تهديد بوجود قنبلة، أنشطة عدائية، انقطاع كلي للكهرباء، كوارث طبيعية. الخطوات التي يجب اتباعها في حال سماع صافرات الإنذار أو حالات الطوارئ أو الحريق: كن هادئاً واتصل برقم الطوارئ 011-211-0909. اجمع ما خف من أغراضك المهمة. قم بتنبيه الآخرين بكسر زجاج جرس إنذار الحريق وحثهم على الإخلاء. قم بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الكرسي المخصص لهم، أو قم بتبليغ فريق الطوارئ على الرقم 011-211-0909 ليتم مساعدتهم. لا تستخدم المصاعد إطلاقاً، وقم بالتوجه إلى أقرب مخرج طوارئ، وذلك باتباع الخرائط الخاصة بعملية الإخلاء لكل طابق. في حال وجود حريق، قم بإخماد النيران إذا كانت بسيطة باستخدام طفايات الحريق أو خرطوم الإطفاء الموجود في كل دور. وفي حال عدم الاستطاعة، توجه إلى أحد مخارج الطوارئ وأسرع إلى منطقة التجمع ولا تعد إلى مكان الحريق. تذكر دائماً، أبلغ فريق الطوارئ على الرقم 011-211-0909. احصر الحريق والدخان بإغلاق الأبواب. توجه إلى نقطة التجمع للبوابة الجنوبية أو البوابة الشمالية. لا تعد إلى المبنى ما لم يسمح لك بذلك. مع التمنيات للجميع بالسلامة.